اعزائي الشباب، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده بتجمعني معاكم. ويلا يا شباب، النهارده احنا موجودين معاكم داخل محافظه الاقصر، وبنكون معاكم على هامش فعاليات مؤتمر منهجيه صناع التغيير لرواد الابداع العربي الافريقي تحت عنوان تراثنا هويتنا. هنتابع معاكم اعمال العارضين والعارضات الموجوده داخل هذا المؤتمر، وازاي قدروا ان هم يحضروا ويقدموا كل هذه المعروضات المتعلقه بالتراث. تابعونا وحلقه جديده، ويلا يا شباب. كل خطوه ناخدها نقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارف ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. وبنحضر هذا المؤتمر اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على تقديم التراث اللي موجود بأيدي أولادنا على أرض محافظة الأقصر. بيسعدنا أن احنا يكون معنا إحدى العارضات. أهلا بيك، اتعرف عليكي. اسمي مريم السيد من الأقصر من البر الغربي. أهلا بيك يا مريم. مريم، أنت بتشتغلي في إيه؟ بشتغل في منتجات استئصال حراري. استئصال الحراري، كلميني أكتر، بقالك قد إيه في المجال ده؟ أنا حاليا بقالي سنتين ونص فيه، بشتغل كل أنواع الاستئصال الحراري، ومؤخرا بقيت أشتغل في الشغل اللي هو الفرعوني. تمام، ده أول منتج. يعني ابتديتي بقى تحوليه لشغل فرعوني شوية. بالظبط، يعني بعيدا عن الشغل الطباعات أو الكلام ده كله، فبقيت إن أنا أشتغل شغل اللي هو الفرعوني، ده أول منتج ليا. بشتغل في كل حاجة، في كل أشكال، ويعني أي حاجة تبقى متاحة وكده. أنت خريجة إيه أصلا يا مريم؟ أنا خريجة 2016 جامعة جنوب الوادي، تجارة إنجليزي. تجارة إنجليزي، بعيد خالص عن الموضوع ده. بالظبط. إيه اللي خلاكي بقى تحبي الموضوع ده وتشتغلي فيه؟ هو الموضوع حب وشغف. أنا كنت شغالة أصلا من زمان في موضوع الهاند ميد، بس عمري ما تخصصت في حاجة زي كده إلا في وقت الكورونا بقى خدت كورسات. فأنا شغفي في الموضوع ده، فمدياله كل حبي وطاقتي بصراحة. يعني أنا شايفة فيه تنوع، يعني أنا شايفة فيه مجات، ده برضو فناجين بتقدمي حفر عليها ورسم، مش كده؟ بالظبط، كل أنواع. وبرضو يعني بشتغل إزاز وجاج شفاف، وبرضو بشتغل بورسلين، وكمان بشتغل دلايات وميداليات وأي حاجة بقدر أعملها. يعني إزاي بتقدري تروجي للمعروضات بتاعتك دي يا مريم؟ أنا بقدر بشتغل من خلال صفحتي، وبقدر نعمل معها إعلان ممول وهكذا، بحيث وممكن ببعت جيفتس أوقات لناس أوريدي مهتمة بمجال الهاند ميد. فالحمد لله، يعني أنا ليا اسمي في الأقصر وفي إيه، الحمد لله. في فترة قليلة بس قدرتي إن أنت تعملي اسم ليكي في المجال ده. بيبقى معاكي مساعدين ولا أنت بتشتغلي كل ده لوحدك؟ كل شغلي لوحدي، بقدر أنظم وقتي، بس هو بياخد وقتي كله بصراحة، بس أنا مش زعلانة لأنه أنا حاجة دي بحبها جدا. يعني قوليلي، اي قطعة من القطع دي انت بتجيبي المج وبتحطي عليه الرسم ده، ولا انت بتصنعي المج نفسه؟ لا، احكي لي بقى. دي انا بجيب حاجات، طبعا الحاجات دي مش متوفره قوي في يعني في الصعيد عندنا، فبضطر مثلا بجيب الماتيريال نفسها اللي هو الصلصال الحراري والمجات البورسلين ايا كان نوعها من تجار في القاهره. يعني انت بتجيبي المج، بس المج ساده. بالظبط، بيبقى شكله كده عادي، مج عادي جدا. بالظبط. وانت بتجيبي بقى الصلصال الحراري ده وبتشتغلي عليه، وابدا مثلا في ممكن يكون فكره في دماغي او مثلا فكره من صوره عاديه، وببدا بقى انفذها قطعه قطعه او بس، وبعد كده بدا بقى الشكل يبان. طب ابتدى في ناس تيجي تقول لك مثلا عايزه حاجه محدده، زودي لي حاجه، شيلي لي حاجه، ارسمي لي حاجه معينه على المج؟ انا مؤخرا بدات ان انا اصلا يجي لي اللي هو حد مش عايز حاجه مثلا، مؤخرا بتعمل حاجه الفوري، يعني ممكن هديه سريعه كده، لكن معظم اوردرات بتطلب باي اوردر، اللي هو حد عاوز رسمه معينه، او ممكن مش رسمه، ممكن يقول لي تخيل بس، وانا بقدر بقى انفذها له على المج، او مثلا اي حاجه هو طالبها بس. فدي معظم الطلبات عندي بتبقى الشخص هو تخيلاته. يعني بتشتغلي ايه غير على المجات؟ يعني الصلصال الحراري ده ينفع نحطه على ايه كمان غير المج؟ يعني ممكن انا بشتغل فيه على المج، وبشتغل فيه برضو على الفناجين وعلى الفوانيس رمضان برضو. تمام، برضو كل ده بيدخل الفرن عادي جدا. وكمان على الميداليات ودلايات العربيات وكده، كل بتعمل منه الصلصال الحراري. يعني برضو الصلصال الحراري الميداليه دي نفسها.
يعني ده صلصال حراري مش كده؟ دي الماده دي، انا مختاره قطعه وانا دي كتابتي، انا دي ايدي يعني انا اللي بكتب. وبعد كده طبعا المراحل بقى الشغل بتاعته، اما اخلص بفنشها بعد كده بدخلها الفرن على درجه حراره معينه عشان يبدا بقى يديني اللي هو الجزء الرابر اللي هو حضرتك شايفاه ده. بس مكلف الموضوع، مكلف يعني القطعه بتبقى مكلفه عشان حد يقتني قطعه فنيه زي دي؟ بالظبط، لانه الحاجه للاسف احنا مش زي ما قلت حاجه مش موجوده من هنا، فبطريق كل حاجه بتجيلي شحن طبعا والكلام ده كله، وغير اصلا الماتيريال نفسها غاليه. يعني مجال ماده الصلصال الحراري يعني ممكن في ناس بتبقى تستخدم البديل بتاعها اللي هو عجينه السيراميك، بس مش بتدي نفس الكواليتي للصلصال الحراري، ف يعني بتبقى مكلفه اكتر بصراحه. انت ليه حبيتي تشاركي النهارده في المؤتمر؟ انا والله انا يعني حبيت ان انا الناس تشوف شغلي، وحبيت ان انا يشوف المجال، وان انا بعمل الحاجه دي بحب مش موضوع بس شغل او كده، لانه باين حتى الحمد لله ما اي حد بيجي يشوف يقول لي انت بتعملي حاجه فعلا باين ان هي بعملها بحب، ومستغربين جدا لو انت عامله كل الحاجه لوحدك. فانا حبيت ان انا الناس تشوف وانشو ثقافه الهاند ميد، لان للاسف لسه برضو مش منتشر قوي. يعني الايام اللي في حياتنا بنعيشها مره، اوعى تستسلم في ثانيه للحظه مره، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليلها. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظه او منها تهرب. واللي بعيد عنك بيصير في يوم المعروضات الموجوده في المؤتمر كثيره جدا، كلها متعلقه بحضارتنا وبتراثنا. من ضمن المعروضات الموجوده الالباستر، اهلا بيك معانا واتعرف عليك. اهلا وسهلا، حجاج مرسي من محافظه الاقصر من الغر. ازاي اشتركت النهارده في المؤتمر يا حجاج؟ انا جاتني الدعوه طبعا، بمجرد ما جاتني الدعوه على طول لبيت بالصناعه بتاعتي بكل الحاجات التراثيه المشغولات اليدويه، على اساس ان انا نعرض المصنوعات اليدويه بتاعت مدينه الاقصر. بقالك قد ايه وانت شغال في الالباستر؟ احنا صناعه الالباستر دي يعني متورثينها من الاجداد، يعني جيل انا من القرنه طبعا اساس صناعه الالباستر. ده بالفعل حضرتك، فعلا احنا هنا محافظه الاقصر القرنه من اشهر مدن ليها في صناعه الالباستر واللوحات الحجر الجيري والخامات الجرانيت والالباستر والبازلت وتحف الهدايا للسياح، تيجي من جميع انحاء العالم تاخذ الحاجات التذكاريه من الاقصر هنا. جميل جدا، كلمني عن القطعة اللي عندك، ايه اكتر قطعة مميزة في المعرض النهاردة؟ انا النهاردة عارض تشكيلة يعني سيمبل خالص بسيطة، منها طبعا معروف اللي هو سفينكس اللي هو ابو الهول مع الاهرامات الثلاثة معروفين، طبعا بجانب ذلك الموميا للملك توت. انا عايزة اشوفها الموميا دي، تعالى كده هنا جنبي ووريهاني. دي طبعا الموميا للملك توت عنخ امون، دي طبعا معمولة من حجر البازلت، ماخده اللون الذهبي اللي هو الجولدن كلر، يعني من مقتنيات الملك توت عنخ امون كله اللون الذهبي الجولدن كلر. في برضه عندنا تشكيله اللي هي الفازات اللي هي الالباستر، ده الالباستر كل ده طبيعي يعني مفيش. الله ينور عليك، حد ده اللي هو اللون الالباستر الطبيعي للكندلة. بيجي بعض السياح بيحبوا الالوانات التركوايز او الجيد او الملكايد، الالوان اللي هي الزرقاء والخضراء، فبنبتدي نطليها باللون الايه الازرق. مش لون طبيعي، ده لونها الاصلي، لكن دي الوان مضافه ليها. حقيقي حضرتك، ده اللون الطبيعي للالباستر، ودي الوان احنا ضايفينها ليها. الاسود ده برضو ده لون مضاف برضو. حضرتك الاسود ده حاجه ثانيه، خامه البازلت. بعد كده بنطليه باللون الاسود اللي هو زي بيستخدم حاليا في زي الحنه، بيستخدم في التاتو فده احنا عاملين فيها الشغل اللي هو خامه البازلت. ده الباستر، ده خامه بازلت، ده خامه الحجر الجيري. ده حجر جيري ده الحجر ده، دي خامه حجر جيري، دي طبعا لوحه بتدل على الشغل في مقبره النبلاء اللي هي النبلاء راموزا، دي طبعا طائر الايبس مع عين حورس في المركب على اساس نهر النيل تدي الحياه. هنا برضو في تشكيله للسكرابي او الجعران اللي هو معروف في معبد الكرنك،
الجعران ده معروف حضرتك من قدماء المصريين ان بلونه التركواز الجميل. التركواز ده بيجيب الحظ طبعا. الجعران معروف ان هو بيبعد الحسد الجعران برضو، بس حضرتك ده بنقول عليه مفرغ، وده اللي هو ايه الجعران السد. تشكيلة برضو مفتاح الحياة. مين اكتر ناس بتقبل على شراء المعروضات الجميلة بتاعتك دي؟ حضرتك طبعا هنا الحمد لله في الأقصر محظوظين ان جميع سياح العالم سواء كان الانجليز الالمان الفرنساوي الايطاليين البولند الهولند كل بيجي هنا، وكل دولة مميزة بحاجات معينة. يعني انا عند السائح الالماني يعشق الحاجات الالباستر الهاند ميد الشغل اليدوي، ده من مميزات السائح الالماني. السائح الفرنساوي يحب اللوحات الجيرية، السائح البولندي يحب الالوان اللي هي زي كده، فكل جنسيه انا موفر لها الخامات، يحب الحاجه خاصه بيها. والحمد لله احنا برضو بنتعامل مع السياح من جميع اللغات، بنتكلم الحمد لله معظم اللغات بطلاقه، طبعا بالممارسه. بنتكلم بالممارسه حضرتك، مش على اساس يعني كقرايه وكتابه. انت اشتراكك النهارده في المؤتمر حاسس ان هو هيضيف لك ايه؟ ده اكيد انا اشتراك النهارده بيضيف لي ان انا بنعرض المنتجات بتبقى من ما هي محليه بتبقى دوليه عربيه افريقيه، فده برضو انا حاليا في زوار وابتديت نعمل تعاقدات على توريد شغل كتير، فده ان شاء الله خير برضو لينا في محافظه الاقصر، وانتم نورتونا وشرفتونا واهلا. يعني حاجاتك تسلم ايدك، ان شاء الله ربنا يوفقك في المعرض. ان شاء الله وانتم طيبين، كل سنه طيبين ونورتونا في الاقصر. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكره، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. الحقيقه كتير من العريضات موجودين معانا النهارده في المؤتمر، وبيقدموا لنا التراث والاكسسوارز والحاجات الجميله بتاعتهم. من الترابيزات اللي استوقفتني بشكل كبير قوي بجد، المعروضات جميله فيها فينيشنج حلو قوي، وهو ده اللي بيميز دايما الصناعات اليدويه. ترابيزه علا، علا ازاي؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا فندم؟ علا بقالك قد ايه شغاله في الاكسسوارز دي؟ انا ليا سنتين بالظبط. يعني انت خريجه ايه اصلا؟ انا اساسا معهد قراءات، يعني بحفظ قران. دي ما شاء الله عليكي، مالكيش دعوه خالص بال لا خالص سبحان الله. امال ايه اللي وداكي للاتجاه الفني ده؟ هو سبحان الله فكره كده جت من عند ربنا، ولقيت نفسي بتعلم كده لوحدي، ولا اخذت كورسات ولا اخذت اي حاجه عن طريق النت. يعني سبحان الله بقيت افكر لوحدي كده واعمل. يعني اول فكره جات لك ازاي ان انت عايز تعملي حاجه زي كده؟ كنت يعني ماديا يعني محتاجه ان ازود دخلي وكده مع القران، فابتديت اعمل امسيالات خفيفه كده على مدريات خفيفه، وبعدين الحمد لله ربنا فتح عليا، بقيت اعمل شغل تاني وازود في الماتيريال وغيره، والحمد لله يعني بقيت احسن. يعني بتجيبي الخامات بتاعتك دي منين؟ هو في الحقيقه انا مش بلاقي الخامات هنا في الاقصر يعني، بس بضطر اروح القاهره اجيبها عشان اطور من الشغل بتاعي، لاني لو الخامات بتاعت الاقصر نفسها مش هتديني الفكره اللي انا عايزه انفذها. يعني بتشتغلي بخامات نظيفه قوي وبافكار كمان جديده، يعني انا شايفه افكار كلها جديده جدا اللي انت بتقدميها، فدي حاجه الحقيقه جميله قوي. الخامات بتجيبيها باسعار كويسه؟ لو من القاهره بجيبها باسعار كويسه، يعني على حسب الخامه نفسها. يعني في حاجات غاليه شويه زي العقيق مثلا زي الفيروز، بتبقى غالية شوية، لكن في حاجات بتبقى أقل تكلفة دي لا يعني بتبقى سعرها حلو. يعني بصوا الأنسيال ده، بصوا شكله مختلف تماما عن الأشكال اللي بنشوفها، حاجة جديدة خالص. قولي لنا، ورينا بقى القطعة الجميلة بتاعتك دي. أنا واقفة بقالي ساعة قدام الترابيزة بتاعتها، عجباني على طول. ربنا يبارك لك. في حضرتك عقد زي كده مثلا؟ ده فيروز.
فيروز مع نحاس، ده يعني فينش كله ما يغيرش لون، واحجار حجر يعني. ده حجر، حجر محترم يعني، مش اي حاجه. بصوا جميل ازاي، حلو. ايه تاني يا علا من الحاجات اللي عندك الجميله؟ ممكن نشوف ده، ده جميل قوي. برضو ده عقيق مع برضو مع دلات نحاس برضو. كل الفينش بتاعه ما يغيرش لون برضو. وفي بعدين حاجات الاجل اللي بقى في الخامه، اللي هي زي دي مثلا كده، زي العقد ده، ده مرمر سعره مش كتير وتكلفته مش كتيره يعني. الحاجات الكبيره دي ممكن اسعارها تبقى عاليه شويه، ولو ان الاسعار اللي انت قلتها لي مش عاليه يعني. يعني اغلى حاجه عندك هنا بكام؟ اغلى حاجه ممكن تعمل 400 بس. 400؟ مش سعر عالي على فكره. الخامات اللي حاليا رفعت والاسعار، لا انا الخامات دي يعتبر اسعار قديمه، فانا ببيع برضو بالاسعار القديمه. والمتوسط عندك ايه؟ عقد، عقد عمل 100 زي ده مثلا. ده جميله، حلوه قوي. 100 بس يعني، يا بلاش يعني. في ده كمان انا عايزاكي تورينا ده. في ده. بصوا بقى دي خامه مختلفه تماما. الخرز نوع جديد كده يعني في السوق. حلوه قوي. غير بقى العقود والحاجات دي، في بقى ميداليات. بصوا الميداليات دي تاخد منك شغل قد ايه؟ هو بفضل ربنا يعني نص ساعة مثلا. الحمد لله. انت بترسمي الحاجة قبل ما تعمليها ولا بتعمليها على طول ولا ايه؟ انا ممكن اكون عاملة فكرة في دماغي مثلا هنفذها، وبعدين وانا بشتغل تيجي فكرة تاني، فاروح منفذ الاتنين. انفذ الاتنين يعني. جميلة ازاي؟ ميداليات حلوة قوي. في كمان فكرة فصل المصحف دي والكتاب. والبصو ده جميل ازاي؟ حلوه قوي. دلقت عربيه. جميله. ايوه وريني بقى فصل المصحف. ايوه ده. كتاب او مصحف تحطي فيه بدل الورقه يعني. جميل قوي، حلو قوي. بصوا ده كمان. لا حاجتك حلوه. ليه حبيتي النهارده تشتركي معانا في المؤتمر؟ عشان حاجه جديده يعني ما شاء الله، وقلت اجرب، بس لازم برضو اظهر واظهر شغلي وكده يعني. الايام اللي في حياتنا بنعيشها مره، اوعى تستسلم في ثانيه للحظه مره، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، تقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب. واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب. من الصناعات اليدوية المميزة جدا المكرمية والكروشيه، وده اسمه ايه؟ خوص. الخوص. والخوص. عبير، ازيك يا عبير؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ قولي لي ليه حابه النهارده تشاركي معنا في المؤتمر؟ احنا اولا احنا مشاركين باسم المجلس القومي للمرأة، حابه اشارك عشان نظهر منتجاتنا، نظهر الشغل بتاعنا، لان الحياه دي مهدور حقها شويه في الصعيد خصوصا يعني. حياتك بدات مع المجهولات اليدوية دي؟ الحكايه بدات من زمان قوي يعني. انا اصلا بحب الشغل من انا وصغيره شويه، من اعدادي وكده. بدات بقى ان انا اتطور نفسي واتفرج فيديوهات تعليميه واتعلم وهكذا بقى، الحمد لله. خريجه ايه اصلا؟ تربيه رياضيه. مالكيش دعوه خالص بالموضوع، انت بتتشقلبي وتعملي بالظبط. يعني الموضوع بالنسبه لي اصلا هوايه اكتر من ان هو شغل، فاهمه؟ فهو انا مثلا خلاص تمام، انا شغاله بعمل الحياه اللي انا بحبها، وما فيش مشكله ان الحياه اللي انا بحبها دي ترجع لي بعائد مادي. طبعا طبعا. فانا بستغل ما بين الحياه اللي انا بحبها وشغفي، وان انا بستفاد ماديا حتى لو بجزء بسيط، بس انا بستفاد يعني. طبعا. الحمد لله. قولي لي ازاي بتقدري ان انت تطلعي التصميمات الخاصه بيكي وعشان تنفذيها؟
بصي اغلب التصميمات مثلا بتبقى اصلا مطلوبه، يعني انا مثلا حد ممكن يطلب مني شكل معين، فكره معينه، وانا بنفذها زي ما هو حابب تتنفذ. مثلا الشغل ده يعتبر يعني يدل على التراث النوبي اكتر، الالوانات والمثلثات والحاجات دل على الشغل النوبي اصلا اكتر. انت نوبيه اصلا يا عبير؟ نوبيه بس عايشه في الاقصر هنا. عايشه في الاقصر. ده مثلا تصميم، ده يعتبر تصميم فرعوني، فاهمه؟ فهو كل تصميم بيبقى على حسب البيئه المحيطه فيه او كده. على فكره ده من التراث النوبي، يعني الشغل ده كله شكله حتى من التراث النوبي. بس ده شويه فرعوني لان الرسمه دي اصلا فرعونيه يعني. لكن كده ده التبسري ده 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 بالظبط، ده شغل نوبي، وده الطواقي النوبيه برضو. دي الطواقي ده طبعا بكار، ده ايد بكار. ايوه بالظبط، هو بكار. وكمان حاجات تانية انا شايفه في حلقان. ايوه مش كده، ده حلق. ركبيه بقى في الورقة عشان نعرف نجيبه. ده حلق مثلا، حلق كروشيه. ايوه. وفي بقى مكرمية، ايه بتعملي ايه بالمكرمية؟ بصي دي فكرتها ان احنا بتبقى تعليقة للفوطة، فوط المطبخ او المناديل، ان احنا مثلا بتفكي كده الخيط وتدخلي المناديل وبعد كده بتظبط يبقى كده اهو. ده مفرش ترابيزة. جميل قوي بتاع المكرمية ده. ياخد منك شغل قد ايه يا عبير؟ يعني من 5 ايام لاسبوع. جميل. والحاجات اللي زي دي تاخد منك شغل قد ايه؟ دي ممكن تاخد 2 3 ايام او هكذا يعني. في كمان ده خرز نول مش كده؟ ده بتعمليه في قد ايه؟ ده ممكن ياخد برضو في حدود 2 لان الحاجات يعني انا من في شغلي بحب ان انا اطلع الحاجه متقنه شويه، فبحب اخد وقتي فيها. ده لازم تكوني اتدربتي عليه لان ده شغله مش سهل، ده شغله صعب شويه. كل حاجه لازم تدريب اصلا، مش من اول مره حد بيطلع المنتج بالشكل ده. طبعا. بيبقى فيه تدريب وفي دي كروشيه. دي مفارش. دي كروشيه. حلو قوي، حلو قوي. ده غير بقى شغل الخوص، ايه بقى احكي لي عن شغل الخوص. الخوص ده عباره عن حاجه كده بياخدوها من النخل وبينضفوها وبيجهزوها وبعد كده بنشتغل عليها بالقماش مثلا زي ده او بالخيوط زي اللي هناك. دي برده من التراث النوبي، يعتبر يعني تراث صعيدي عموما، يعني في الصعيد عموما مش النوبيين بس. دي شغلها بيبقى صعب شويه عشان بتجهزيه وبتظبطيه وتنضفيه وتنقعيه، يعني له موضوع كده انا عارف. ايوه بالظبط، هو بياخد وقت، وبعدين تحسي ان هو شغله عنيف شويه، عايز قوه. غير الخيوط ايدينا، ويعني مش زي الحاجات الرقيقه دي. لا الخيوط فعلا ارق شويه في الشغل. عبير، ايه اللي بيضيف لك ان انت تشاركي في مؤتمر زي اللي احنا فيه النهارده؟ ان شغلي يظهر، يتعرف، ناس كتيره تعرف الشغل، ان انا بعمل شغل، بعرف اعمل شغل وكده يعني. ازاي عرفتي يعني المؤتمر؟ كلمونا ان احنا تبع المجلس القومي، يعني المجلس القومي عرض ان احنا نشارك واحنا وافقنا وحضرنا النهارده. خدتي دورات تدريبيه عن طريق المجلس القومي المرأة في الاشغال اليدويه؟ اخدت. ناويه تكملي ان شاء الله؟ ان شاء الله طبعا. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. الشباب مشاركين معانا في المعرض النهارده، اتعرف عليك. عبد الرحمن عرفات علي محمد الطاهر. عبد الرحمن، انت في سنه كام؟ اولى ثانوي. انت مشارك بايه النهارده في المؤتمر؟ مشارك انا رسام من محافظه جنا، مركز قوس، قريه الجماليه. انت جاي من قوس عشان تشارك هنا معانا في الاقصر؟ ايوه. عرفت منين عن المؤتمر؟ صاحبي بلغني وجيت. جميل. مشارك بايه بقى؟ معاك كام لوحه؟ معي تقريبا 8 لوحات. قولي اهم لوحه عندك ايه؟ اهم لوحه اللي هي تقريبا اخر لوحه
كانت عن شخص وشه متشرح. ده بيرمز لايه؟ لما عملتها كنت بتفكر في ايه؟ هو تقريبا مش بيرمز لحاجه، بس زي ما تقولي زي في ماده الاحياء انا في الثانوي وكده يعني، فحبيت ارسمها وش متشرح واللحم والعظم يبين في الوش. قولي انت بدات من امتى ترسم؟ انا بدات تقريبا من ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي؟ اه. ومين اول حد قال لك انت موهوب في الرسم؟ اول حد قال لي موهوب في الرسم ابويا وامي، هم اللي دعموني. هم اكتر ناس ساعدوك يعني؟ هما السبب الرئيسي. انت بترسم ايه اكتر حاجه، بورتريهات اكتر ولا مناظر طبيعيه اكتر؟ لا اكتر حاجه بورتريهات. بورتريهات. اه. بتستخدم ايه في الرسم بتاعك؟ بستخدم اقلام رصاص فابريكاستل ولوح تقريبا كده لوح كبير. تمام. انت بتبيع لوحات يا عبد الرحمن؟ لا لسه ما بعتش اي حاجه. لا لسه. المعرض النهارده انت مشارك فيه، هتبيع ولا بتعرض بس؟ لو جات حاجه ان شاء الله هنبيع. ناوي تدخل كلية فنون جميلة؟ إن شاء الله. ناوي على كده؟ إن شاء الله. يعني هتحول الهواية الجميلة دي لاحتراف؟ إن شاء الله. يعني أنا بتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله تبقى موفق وإن شاء الله تقدر النهاردة تعرض فنك وكل الناس تشوفه وتتعرف عليه. شكرا لي. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا إحنا نبني بإيدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، مفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي بحياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. وبكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهارده، لكن دايما بنوعدكم بلقاءات جديده في اقليم جنوب الصعيد وكل ما يهمكم، وحلقات بتجمعني بيكم. ويلا يا شباب، شكرا والى اللقاء.